بدأت الفكرة شركتي اللي هي كادر العربي تطوير وتحديث التعليم، بدأتها بالخمس سنوات، بدأتها من لا شيء، واليوم أصبحت شركة فيها 140 موظف وأكبر مزود لخدمات التنمية المهنية قطاع التربية والتعليم. الحقيقة إنه بدأنا من لا شيء وصرنا أكبر شركة في الأردن وحتى على مستوى العالم العربي في هذا المجال، هي اللي بتخليني يعني أصنف حالي كرائد أعمال. أكثر لحظة بشعر فيها بالرضا، يعني بقدرش أحكي عن لحظة واحدة، بدي أحكي عن لحظات. وأكثر لحظة بشعر فيها بالرضا هي اللحظات اللي بكون فيها مع التيم أو مع الفريق اللي بشتغل معه، الفريق اللي بلش معي من الصفر وقدرنا مع بعض نحقق النجاح اللي حققناه اليوم. اللي بخليه بعطيني الرضا تحديداً إلي كأمين إنه أشوف حدا اللي بلش معي بخبرة متواضعة، بمعرفة متواضعة، بمهارات متواضعة، وخمس سنين وإحنا مع بعض داون ذا رود خلينا نسميها، أصبح فعلاً شخص مختلف تماماً بقدراته، بإمكانياته، بتأثيره. ساعتها بحس بالنجاح إن قدرت أنقل خبرتي، معرفتي، طريقة عملي، إيماني بشغلي لأشخاص اللي كبروا معي وصاروا فعلاً قادرين إنهم يحققوا نتائج مميزة ونتائج فعلاً باهرة. لحظة الخيبة برضو بدي أحكي عن لحظات خيبة، مش لحظة واحدة تحديداً، لما بشعر إنه ما فيش تقدير للنموذج اللي إحنا قدمناه وعمالنا نشتغل فيه. يعني إحنا عم نشتغل على التنمية المهنية تحديداً في قطاع التربية والتعليم، في قطاع المعلمين. الموديل تبعنا بنعتبره موديل مبتكر، موديل جديد للأردن وللمنطقة، وفي كتير أحيان بيكون في عدم فهم أو عدم رغبة بالفهم للنموذج هذا الجديد اللي عماله بتقدم، وبتكون بعض الأحيان من الناس اللي هن بموقع مسؤولية المفروض يقدروا هذا النموذج أكثر شيء. فهاي بعتبرها من اللحظات اللي بتكون لحظة خيبة، إنه يعني ليش مش قادرين يشوفوا، ليش مش قادرين يقدروا. في صفات أساسية مشان الواحد يكون رائد أعمال ناجح. أول صفة وأهم صفة برأيي إنه يكون في عنده طموح. طموح أساسي، يعني إذا ما كانش في طموح ما بيكون في إمكانية للواحد يقدر يشوف يعني ورا الشغلات اللي هو متعود عليها. بعد الطموح أساسي إنه يكون في ثقة بالنفس، يعني رائد الأعمال بدون ما يكون في عنده ثقة بحاله، ثقة بإمكانياته، وإيمان كامل وإرادة عالية لتحقيق الأهداف اللي بده إياها، مستحيل إنه ينجح. وأهم من هذا كله، رائد الأعمال يجب أن يكون مفكر، يجب أن يكون مفكر ناقد، لازم يكون في عنده قدرة إنه يعني يشوف الشغلات أكثر وبعمق أكثر من الإنسان العادي. بالنهاية هو مطلوب منه إنه يجي بفكرة رائدة، يطبق نموذج رائد، ينجح نجاح مميز. هلأ هذه كلها بتعني إنه مفروض يكون في عنده قدرة على التحليل والتفكير والتقييم والتفكير المستمر بإيش أنجز وإيش حقق وإيش تعلم، يقدر يبني من أخطائه ويبني قصة نجاح جديدة، ما يخافش من الفشل. وأهم إشي برجع كمان مرة يعني بقول إنه طموحه وإيمانه بنفسه، إيمانه بقدراته، إشي أساسي للنجاح لأي رائد أعمال. هلأ أكون صادق معك، ما فيش وقت فراغ كتير، يعني بالنهاية الواحد في جزء أساسي من حياته عم بيكون بشغله، بس ما تبقى من الوقت بحب هقرأ، يعني وتحديدا دائما في فضول إنه الواحد يعرف إيش في إشي جديد، يعرف إيش في تجارب جديدة، معرفة جديدة، نماذج جديدة. يعني بقناعتي إنه البني آدم أو الإنسان بيكون ناجح أكثر لما يكون exposed وعلى معرفة ودراية بتجارب ثانية، بنموذج مختلف، بناس مختلفين، بدول ثانية، يعني كل ما الواحد قدر يوسع مداركه أكثر. وبتوقع يعني بفكر إنه لرائد الأعمال هذا الحكي كتير أساسي، إنه يكون as exposed as it takes، يعني بده يكون شايف كتير
يقرأ يطلع يدور يبحث على الإنترنت يسافر، أساسي إنه يكون فكره أنضج وعنده قدرة على التحليل والتخطيط والتنفيذ بشكل أفضل. خدماتنا اللي بنقدمها هي برامج التنمية المهنية تحديداً في قطاع التعليم، يعني برامج تدريب وبرامج أكاديمية تنمية مهنية للمعلمين ومدراء المدارس، سواء كان ما قبل الخدمة أو ما بعد الخدمة. اللي بميز كادر عن أي شركة تانية وخلانا فعلاً ننجح ونوصل اللي وصلنا اليوم، أول شغلة الشركة تكوينها نفسه مميز. يعني أنا بعتبر كادر هي نموذج حقيقي للشراكة بين القطاع الخاص والقطاع العام وبين الأكاديمية والقطاع العمل أو الشركات. يعني الشركة هي أصلاً مكونة من شركتين ومن ثلاث جامعات حكومية، وعمالها بتركز على برامج التنمية المهنية في التعليم. يعني زي ما كلنا بنعرف في نقص كبير في أو في حاجة وفي ضرورة كبيرة لتطوير قطاع التربية والتعليم تحديداً التعليم الأساسي، وكلنا بنعرف قديش أهمية دور المعلم في العملية هاي. مدربينا باي ذا واي هن كلهم فول تايم، يعني معظم الشركات مدربينها بيكونوا بار تايمرز، احنا مدربينا فول تايم. وكان إيماننا من البداية من أول يوم، يعني النموذج أو البيزنس بلان المحطط من البداية إنه المين أسيت بالشركة رأس مال الشركة هن المدربين الأعضاء الهيئة التدريسية، مش قديش معنا فلوس في البنك ولا قديش ممكن نساوي ربح ولا إيش ممكن نشتغل. هو الإمباكت لبرامجنا هن مدربين قديش في عندهم قدرة إنه هن يطوروا نفسهم مشان يقدروا بالمقابل يطوروا المعلمين في مدارسهم، والمعلمين بدورهم يطوروا طلابهم. هذا الموديل اللي اشتغلنا عليه. الأردن بلد خير ومليان فرص، وسواعد الشباب هي اللي راح تصنع المستقبل. اسمي الدكتور أمين أمين، شركتي هي الكادر العربي للتطوير وتحديث التعليم كادر، تأسست سنة 2004 نهاية 2004 16/9/2004 بقطاع تقديم برامج التنمية المهنية في قطاع تحديداً في قطاع التعليم.